صديقنا العزيز طبعا هو عضو الرابطه وعضو اتحاد الكوره طبعا، حاج عامر حسين. يا كابتن عامر، مساء الانوار انوار مدحت بيه، ازي حضرتك؟ ومبروك لمنتخب مصر، الف مبروك. مبروك علينا كلنا وعلى مصر وعلى الشعب والدوله كلها، الحمد لله. الف حمد يا رب. بدايه ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب نوصل لغايه يوم 6 ويكون نكون طرف في النهائي. هل حددت استئناف الدوري امتى؟ ان شاء الله نبدا من يوم 9 ان شاء الله. خلاص من يوم 9. ان شاء في الله كل الاحوال هنبدا من يوم 9 ان شاء الله. وحطيت جدولك يا حاج عامر؟ كله تمام، وبكره ان شاء الله نبعثه للجهات الامنيه وبعد كده نعلنه خلال يومين بكتير ان شاء الله. كويس قوي. يعني اذا الدوري سيستأنف يوم 9 فبراير ان شاء الله. طيب مباراه الذهاب مع منتخب السنغال هتبقى يوم 21 اعتقد فبراير، هي الاجنده من مارس مارس ولا من واحد الاجنده من 21 29، هم كانوا قالوا اعلنوا ان هو هيبقى المباراه 24 او 25. 24 فبراير ولا مارس؟ مارس مارس 24 مارس الاجنده تبدا من 21 مارس. الاجنده. يعني انت تتوقف يوم 21 ان شاء الله. والماتش يوم 24. حددنا الملعب؟ لا لسه في اتصالات، لما يرجع الجهاز الفني هيشوف الملعب اللي هم مناسب بالنسبه لهم، وبعد كده بنروح طبعا الجهات الدوله كلها عشان نشوف عدد الجمهور اللي هيبقى موجود والملعب المناسب لعدد الجمهور دوت. هو الكلام ان هو استاد القاهره على ما سمعنا، يعني لازم يبقى في تنسيق مع الجهاز عايز يعمل المباراه فين، نمره واحد، وبعدين بنبلغ الجهات كلها ونشوف ايه الملعب المتاح لاكبر عدد من الجمهور. نعم، يعني دي اتصالات كلها ان شاء الله يرجعوا بالسلامه ان شاء الله، ونقعد معاهم ونشوف ايه. لا ان شاء الله. هو طبعا استاد القاهره على ما اعلم كيروش هو بيفضل استاد القاهره، وان شاء الله الامن يوافق لنا على عدد حلو كده، عشان احنا لازم ان شاء الله نحسم التاهل لكاس العالم من هنا، من هنا قبل دكار، لان دكار هتبقى موقع صعبه جدا. يعني والله مدحت بيه، حضرتك عارف ان المباريات دلوقتي اللي خارج الملعب بتبقى صعبه، اللي في ملعبك بتبقى صعبه جدا، لان بيجي فيه الجون ممكن بيبوظ الماتشين. فالناس كلها دلوقتي بقت بتخلي بالها في المباراه اللي في ملعبها اكتر من اللي بره. فعشان كده الاتحاد الاوروبي لغى موضوع الهدف باتنين دوت. هلا خلاص، لان كان اصلا معمول علشان الفرق تلعب بطريقه هجوميه. نعم هجوميه. نعم. لقوا الموضوع العكس، ان هدف واحد في الملعبات بيحصل فيه دربكه. فبقى لقوا بقى في تحفظ اكتر في الفرق اللي بتلعب في ملعبها، فلغوا الهدف باتنين. بالظبط. واتمنى ان هو يتلغى من العالم كله يعني. بالظبط. هو لغوه من ايام ما ماتشنا مع الجزائر لو تفتكر، بتاع السودان. ده بس ده كان قرار غريب شويه يعني. كان قرار وقتها بلاتر. بلاتر. طيب يعني ده فيما يتعلق بمنتخب مصر. النهارده انتوا، بكلمك دلوقتي بقى كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، بعتوا احتجاج للاتحاد الافريقي على الحكم الجامبي بكاري جسامه، ده مظبوط؟ والله هو السنغال؟ لا هو جامبي. بكاري جسامه مش جامبي؟ احنا متحفظين. جامبي. جامبي. نعم نعم. متحفظين طبعا، هو اللي حكم مباراه نيجيريا وكان لنا ضربه جزاء ما اتحسبتش. كان الافضل ان يبقى في حكم اللي فات. معرفنا ان هو حكم سنغالي. انا قلت ليه احنا عندنا ماتش مع السنغال في كاس العالم؟ انا الواحد ما يعني ما ينفعش برضو نتكلم كده، بس واقع الامر منعا للحرج، لانه ممكن يقول لك مثلا ايه عايز يهبطنا معنويا، لان هنلعب منتخب بلاده على التاهل لكاس العالم. وارد، الله اعلم يعني، وممكن الكلام ده ما يكونش مظبوط يعني. لكن طبعا يعني في الحالات ديت صاحب القرار انه بيبعد عن الكلام ده خالص. بالظبط بالظبط. يلعب الجو المباراه بجو صحي بعيد عن اي شكوك، فما كانش ليها لازمه، لان في الحكام كتير يعني اللي موجودين. صحيح صحيح. لكن انت تعلم تماما طبعا ان هذا الاحتجاج لن يستجاب له على الاطلاق طبعا، ده اكيد زي ما انت عارف. نرجع في الاخر لحدين مهما الحكم يعني مش هيعمل اكتر من اللي عمله الحكم بتاع المباراه اللي فاتت. وبالروح وبالقتال الحمد لله منتخبنا ضيع الفرصه على الحكم، وكانوا متحفظين بالظبط قدر الامكان وفهموا الحكم. وبالتالي هو الروح، وفي الاخر ربنا طبعا اكبر من اي حد مهما يعمله. ايوه بقى اللعيبه بس تعمل اللي عليها ان شاء الله بنفس الروح بنفس الاداء اللي رجع الثقه تاني للمنتخب المصري من
المباراة 10 كأداء، صحيح. واليوم والروح بتاعت مباراة الكونغو في وصلتنا كأس العالم. ايوه هي الأمور ديت هي اللي إن شاء الله اللي تحسم المباراة مهما حصلت الضغوط ومهما عمل يعني البعض. صحيح صحيح. بشكرك شكرا جزيلا يا حاج عامر، اشكرك شكرا شكرا جزيلا، لحضرتك. متشكر جدا.